في الازمه السودانيه يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الاخرى من الاراضي السودانيه الى معبري ارقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصه الخدمات الصحيه التي تقدم من خلال العيادات المتنقله والتي دفعت بها وزاره الصحه لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الاخرى